على أي حال معنا مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث من بروكسل الأستاذ رمضان أبو جزر. أستاذ رمضان أهلا بحضرتك. يعني البعض توقع أنه يكون في عقوبات اقتصادية شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي، لكن يبدو من حديث ممثل السياسة الخارجية أنه ليس هناك عقوبات جديدة تفرض على تركيا أو إجراءات أكثر صرامة، وإنه ما زال الاتحاد الأوروبي بيتعامل مع تركيا بطريقة أو بأسلوب البطء والتراخي في اتخاذ الإجراءات. ما تعقيب حضرتك على هذا الحديث؟ بالفعل يبدو للوهلة الأولى للظاهر من المؤتمر الصحفي لجوزيف بوريل أن الخارجية أو مفوضية الشؤون الخارجية الأوروبية لم تبدو حاسمة مع تركيا، ولكن إذا ما تابعنا عمل البرلمان الأوروبي وهو المشرع الذي مارس ضغطا شديدا على أساسا الأوروبيين لإعلاء الصوت بفرض خطاب تهديدي بداية ضد أردوغان أو ضد تركيا، وهذا ما حدث بالفعل. اليوم أوروبا لأول مرة تكون مجمعة على الاتفاق على مشروع عقوبات ضد تركيا إذا لم تلتزم بالمعايير والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وحددت نقاط حقوق الإنسان، التنقيب على الغاز في الشرق المتوسط، الملف الليبي وملف الإرهاب. هناك ملفات شائكة كثيرة لا يجب النظر إليها بعين دول العربية أو دول الشرق الأوسط. أوروبا لديها احتمالات أخرى تختلف تماما. لكن كان في العربية كان في تهديدات سابقة يا أستاذ رمضان، كان في تهديدات سابقة كثيرة، وبالفعل كان في عقوبات فرضت على تركيا من خلال تقليل حصة دعم اللاجئين اللي بتقدمها لها أوروبا. يعني رغم كده استمرت تركيا في هذا النهج واستمرت بتخترق القوانين الدولية والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية، وحتى انه هذا الاختراق او هذه الممارسات وصلت الى دول الاتحاد الاوروبي بنفسها، سواء كانت فرنسا او قبرص او اليونان. لا ايمان، يجب الفهم شيء، ان الخطاب الاوروبي يعتبر جد متقدم ضد تركيا اردوغان وضد السياسه التركيه، ولكن تؤخذ الامور السياسيه والقرارات ببطء شديد نظرا لان عمل الاتحاد الاوروبي يكون بالاجماع وليس بالاغلبيه. هذا اولا. ثانيا، تركيا لم يعني كانت تخشى من هذا الخطاب، لان هذا الخطاب التحذيري وكانه يجيش كل دول العالم بما فيها الولايات المتحده الامريكيه ضد تركيا، اي ان اوروبا تستنزف كل الطرق الخطابيه. لكن اوروبا قامت بالامس، هناك كانت اتفاق رباعي بتوقيع مذكره تفاهم بين ايطاليا وفرنسا واليونان وقبرص على حمايه المياه الاقليميه والتنقيب ومنع اي جهه غريبه بالتنقيب في هذه المياه، وهذا يعتبر اعلان حرب مبطن. أوروبا اليوم لن تتخلى عن فرنسا وإيطاليا وهم ضلعان مهمان، وحتى القبرص واليونان. تركيا أخطأت خطأ كبيرا عندما تجاوزت كل الحدود باستعداء أوروبا وحاولت أن تبتز أوروبا في الملف الليبي كما ابتزت أوروبا في الملف الذي عام 2016. الإدارة الأوروبية اليوم تختلف عن إدارة موغريني، وهي مصممة على الحزم مع تركيا ولكن بالتدريج. والعقوبات التي تلوح بها بداية هي عدم التعامل والبيع المنتجات العسكريه وليس الاسلحه، كل ما يتعلق بالعسكره سوف يتوقف. وزيره خارجيه السويد كانت واضحه ان تركيا من أسوأ الدول التي تتعامل مع حقوق الانسان، ولا يجب ان يبقى ملفها، لا يجب ان يبقى هذا الملف مفتوحا. اذا تركيا على ابواب اغلاق طلبها بالانضمام للاتحاد الاوروبي، وهذا يعلمه جيدا اردوغان. اذا اوروبا ليست متساهله، ولكن اوروبا تتعامل حسب البروسيجر او حسب بطارية العمل الأوروبية. لا يمكن للمفوض السياسة الخارجية أن يتجاوز صلاحياته ويعلن عقوبات. العقوبات يجب أن تمر عبر لجان، وهذه اللجان جاهزة، وأيضا العقوبات معدة. وإذا تذكرون أن بدء تنقيب الغاز العام الماضي في المياه الإقليمية الاقتصادية القبرصية وضعت ثلاث أسماء تركية هامة جدا، أحدهما مقرب جدا من أردوغان، على القوائم السوداء الأوروبية إلى يومنا هذا. أوروبا باستطاعتها إيلام تركيا بشكل كبير اقتصاديا وحتى عسكريا إذا ما حدث المواجهة. على ذكر البرلمان الأوروبي، حضرتك ذكرت أنه البرلمان الأوروبي كان له دور مهم في دفع هذه الأمور وفي دفع هذه القرارات. البرلمان الأوروبي أيضا صدق على موازنة بقيمة أكثر من 400 مليون يورو لمساعدة 4 ملايين لاجئ سوري اللي موجودين في تركيا، اللي طبعا تركيا هي اللي بتقول انه عددهم
4 ملايين، يعني التقارير بتثبت انهم اقل بكثير من هذا. في هذه الحاله بياتي الى الذهن مباشره يا استاذ رمضان الورقه المهمه اللي دايما بنتكلم فيها، وهي مساله المهاجرين واللاجئين اللي دائما بتهدد تركيا الاتحاد الاوروبي بها. هل تعتقد انه ده كان موجود في الحسبان في اجتماع وزراء الخارجيه اليوم؟ يجب ان تصل تماما بين ملف تعاطي اوروبا مع قضيه اللاجئين وملف الاردن في اوروبا وبين الملف الحالي الذي ناقشه وزراء الخارجيه اليوم. اليوم تم مناقشه كل الانتهاكات التركيه بناء على بدايه بتنفيذ الغاز، الملف كردستان، ملف ليبيا، ملف الارهاب. اما اللاجئين هناك ملف يعتبر يتعامل معه الاوروبيون بشق انساني وبشق امني. بشق انساني انه اوروبا تعتبر انه من واجبها ومن ادبياتها اي مساعده المحتاجين للمساعده في دول اللجوء. تركيا حاولت استغلال اوروبا وطلبت ب 6.9 مليار، ولكن اوروبا رفضت، وعاد اردوغان خائبا في شهر يناير الماضي من بروكسل دون الحصول على اي اتفاق واحد، حيث ان اوروبا وشارل ميشيل رئيس المجلس الاوروبي الاعلى فرض شروط اوروبا على تركيا واذعن لها اردوغان، والدليل ان فتحه للحدود في شهر يناير الماضي باع بالفشل ولم تسمح اوروبا بدخول مئات الالاف الذي كان يهدد بها اردوغان، واوروبا تعطي ما قررت هي ان تعطيه وليس ما طلبه اردوغان، اذا لا يوجد نصب سياسي لاردوغان على الجانب الاوروبي. بالعكس اردوغان جاء مهددا الى بروكسل، ولكنه عندما وجد طلبة في الموقف الاوروبي بدا يتسول الاموال ويتسول موقف سياسي داعم له في حربه في ادلب ضد الموقف الروسي. فشل اردوغان بالحصول على موقف سياسي اوروبي وفشل بالحصول على المليارات التي كان يحلم بها. اذا هو توجه الى ليبيا لابتزاز اوروبا وايضا للسيطره على منابع النفط والغاز كورقه تعوضه خسائره الذي يعتقد انها كانت اوروبا احد اسباب اهم خسائره عندما وعدت اوروبا في عام 2016 بمبلغ يتجاوز 11 مليار يورو، ولكن عمليا عندما تابعت اوروبا ان اردوغان يقوم بتزويدها بارقام خاطئه وقامت اخطاء كبرى. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث.